كريمات التقشير لها أضرار؟ طبعا أنا لا أنصح بالتقشير الكيماوي لأي سيدة على مستوى العالم. طيب استخدام ربنا خلق الجلد لونه أسمر، ليه إحنا معتقدين إن الأسمر وحش؟ ليه؟ ليه السيدات معتقدة إن الجلد ده خلقة الله، يعني اللي يرضى ربنا يرضيه، هتروحي تقشري مهما قشرتي هترجع تاني الأصل، الجينات فيها ميلانين عالي، فيها صبغة الميلانين، فهترجع تاني غامقة. طيب.